فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الكاردياك أوتبوت. كلمة أوتبوت معناها الناتج، ناتج البلد اللي خارج من الهارت. يبقى لو بدأنا بالديفينيشن، هو volume of the blood ejected by each ventricle per minute. خلي بالك في الدقيقة، لان احنا كمان شوية هنقول طب في الدقة الواحدة اسميه ايه. cardiac output اختصاره هو اول حرف من كل كلمة COP. ده مهم قوي نكون عارفين. طب السؤال المهم، هو الهارت بيضخ كام لتر دم في الدقيقة وازاي اتحسب؟ في الاول عايزين نتخيل ان الهارت بتاعنا هو البوكس ده، الصندوق ده. الصندوق ده بيدخل جواه 130 مليليتر بلد. ال 130 ملي دم هو الفوليوم اوف بلد اللي الهارت بيتمليهم مع كل سايكل. طيب اللي انا بتمليه هسميه اند دايستوليك فوليوم، تمام؟ نهاية الدايستول، وده اللي قلته مع الكاردياك سايكل. الهارت بيضخ في كل ضربة 70 مليليتر بلد. يبقى 70 مليليتر هي الفوليوم ايجكتد باي ايتش فنتريكل بير بيت. هو ده الفرق، في كل ضربة اخرج 70 ملي. السبعين ملي اسمهم ستروك فوليوم، وكلمة ستروك معناها ضربة، هي ضربة الهارت في كل دقة. هنعملها بالاختصار، هي أول حرف من الكلمتين S V. طيب أنا باخد 130 أطلع 70، يبقى اللي باقي كام؟ 60 مليليتر بلد جوه الهارت. الباقي اللي جوه الهارت ده بيبقى باقي نتيجة السيستول، ده اللي باقي جوايا. طب اسميه end، نهاية السيستوليك فوليوم ESV. عايز اسأل سؤال، لو انا عايز اعمل معادلة، هي الستروك فوليوم يساوي ايه؟ السبعين، تقول لي 130 ماينس الستين، يبقى end diastolic volume ناقص end systolic volume. هو الفرق ما بين الاتنين. القانون ده هتكلم عليه طول الفيديو. اقولك امتى يزيد الستروك فوليوم، فالطالب الشاطر يقول لي يزيد لما الاند دايستوليك يزيد، لما املى كتير، والاند سيستوليك فوليوم يقل. هنقول النهارده الاسباب، امتى الهارت يملى كتير وامتى الباقي يكون قليل. هنقول كل هذا الكلام. طيب نرجع لسؤالي، كاردياك اوتبوت تقريبا كام؟ الكاردياك اوتبوت بتاعتنا عشان تعرفها لازم تعرف الهارت في كل ضربة يطلع كام؟ 70 ملي، اضربها في عدد ضربات القلب. على فكرة عدد ضربات القلب او الهارت ريت لازم تبقى عارف كافريج او متوسط هو 70 بيت بير مينت. الهارت ريت يتراوح من 60 الى 90 دقة في الدقيقة، وده مهم قوي. المتوسط 70، تمام، اضربها في الستروك فوليوم اللي يساوي 70 ملي. ضربت 70 في 70
يطلع لي الإجابة 4900 ملي، تقريبا 5 لتر دم في الدقيقة. أو كتب تقول لك من 5 لـ5.5 لتر دم في الدقيقة. طيب عشان كده المعادلة الإجمالية بالنسبة لي هتبقى إيه؟ عايز معادلة مفصلة. كاردياك أوتبوت يساوي هارت ريت تايمز، بدل ما أقول ستروك فوليوم أحط المعادلة اللي مبروزها بالأحمر، إند دايستوليك ناقص إند سيستوليك فوليوم. لو أنت عرفت المعادلة دي هتفهم الكاردياك أوتبوت بسهولة شديدة. كل الفاكتورز أو الريجوليشن مبني على هذه المعادلة. يبقى أنا كده عرفت كارديك أوتبوت وستروك فوليوم إند دايستوليك وإند سيستوليك، 4 عناوين مهمة، ولكن لسه ناقص عنوانين في الديفينيشن مهمين قوي. هسألك سؤال، لو كاردياك اوتبوت 5 لتر، قلب بيضخ 5 لتر دم في الدقيقة، وقلب تاني بيضخ 2.5 لتر دم في الدقيقة، مين فيهم افضل؟ هتقول لي الخمسة افضل، اقول لك لا، ده يتوقف على السيرفس اريا اوف ذا بودي. يعني الكاردياك اوتبوت بالنسبة إلى مساحة الجسم، السيرفس اريا مسطح الجسم. زي ما اجي اقول لك ايه؟ هقول لك مصنع يطلع منتج، هتقول المنتج ده كتير ولا قليل؟ على حسب ايه؟ بيغطي احتياجات قد ايه من الناس. نفس الكلام الهارد، انت بتضخ 5 لتر لمساحة سطح قد ايه؟ اللي انا بقول عليه دلوقتي وببروزه ده يعتبر ديفينيشن مهم، كاردياك اندكس، اي دليل القلب. هو ده الدليل، الهارت شغال ازاي. كل ما يكون هارت شغال بكفاءة اعلى يبقى كاردياك اوتبوت عالي بالنسبة للسيرفيس اريا سكوير متر. ده سؤال. طب اسألك سؤال تاني وسؤال مهم قوي نكون عارفينه، لو انا عندي هارت بيطلع 70 ملي في الدقيقة، هل اقدر اقول عليه هارت شغال بكفاءة؟ تقول لي لازم يبقى في شرط. ايه هو الشرط اللي انت عايز تقوله دلوقتي؟ الشرط المهم، الستروك فوليوم ده بالنسبة للإند دايستوليك فوليوم قد إيه؟ بمعنى أنا بقول بضخ 70 ملي دم، طب بالنسبة لقد إيه اتملتهم؟ لـ130 ملي إند دايستوليك. النورمال هارت يضخ في الضربة الواحدة تقريبا 55% من الدم اللي اتملاه. عشان كده الريشيو دي بتسمى اسم مهم جدا، ايجكشن فراكشن، اي نسبة الدم الايجكتد بير بيت. انت بتطلع قد ايه بالنسبة للي اخدته؟ زي بالظبط طالب يقول لي انا ذاكرت 10 صفحات في اليوم، هقول له العشرة دول ما اقدرش اقول لك كتير او قليل، على حسب اخدت كام ورقة في المحاضرة النهاردة. ده اللي بيعبر عن كفاءتك. هتقول لي طيب تعالى دلوقتي نتكلم على ريشيو مختلفة. يعني اقول لك المرة دي 70 ملي الهارت بيضخهم، بس للأسف
الاند دايستوليك كبير 210 ملي. دكتور معنى ايه الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان الهارت كان جواه 60 وزاد عليه 70 ملي عشان يبقى 130 داخله، ما خرجش ال 70 ملي زي العادي، خرج اقل، فاللي اتبقى جوه الهارت كتير. يعني بدل ما يخرج 70 مثلا اخرج 30 ملي، يبقى اللي اتبقى جوه الهارت كام؟ تقول لي 130 ناقص 30، يعني انا هتكلم على ابنورمال كيس، يعني اللي اتبقى يا دكتور 100 ملي. ايه ده؟ ده ابتدى يعلى مش 60. جينا بعد كده زودنا على المية 70 ملي فينس ريتير، الهارت دخله 70 ملي زي العادي، بس المرة دي لا، السبعين جمعت مع المية اللي اتبقوا في السايكل اللي الهارت فشل فيها من قبل. يعني معنى الكلام ده اللي اتبقى كام؟ 170 ملي. ال 170 ملي تروح مطلع فوليوم اقل واتبقى حبه، واخدت 70 كمان وصلت ل 210 ملي. واضح ان الدومينيتور او المقام بيزيد، وان اللي فوق النوميريتور زي ما هو. لما الريشيو تبقى بالمنظر ده اللي تحت بيعلى، معنى الكلام ده ان النسبة ككل قلت. يعني الايجكشن فراكشن في الحالة دي بقت 1/3، بقت التلت. الهارت ضخ في الضربة الواحدة تلت اللي اتملاه، تلت المية كام؟ هتقولي 33.3%. هل المنظر ده زي النورمال؟ لا، ده النورمال ايجكت 55% من اللي انا خدته. طب ده سميه ايه؟ هارت فيلير، القلب فشل خلاص في اداء مهمته، ودي اسمها ايجكشن فراكشن. يبقى انا عرفت دلوقتي 6 ديفينيشنز مهمين: كاردياك اوتبوت، وستروك فوليوم، والتالت اند دايستوليك، والرابع اند سيستوليك، والخامس كاردياك اندكس دليل القلب، والسادس ايجكشن فراكشن. طيب نيجي للعنوان التاني النهاردة، ايه الحاجات اللي تغير الكاردياك اوتبوت؟ فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. الكلام ده في غاية الأهمية، لازم نكون عارفينه النهاردة. ده تاني عنوان: variations in cardiac output. ايه هي التغييرات؟ نبتدي اول حاجة تغييرات طبيعية. واول ما اقول تغييرات تفكر في عوامل تقلل وعوامل تزود. بمعنى هقول لك اول حاجة posture، اي وضع الجسم. غيرت وضعي، كنت نايم فلات، فجأة وقفت، ايه اللي حصل؟ الدم اتجمع في اللور ليمب بالجرافيتي، اتجمع لتحت، ولما اتجمع لتحت ده معناه ايه؟ ده معناه ان الفينس ريتيرن للقلب هيقل، القلب مش هيملى كويس، وبالتالي هيقل الاند دايستوليك فوليوم. ما هو الهارت بيملى بالفينس ريتيرن، الدم اللي راجع له من الفين، وطالما الاند دايستوليك قل، افتكر المعادلة، يقل الستروك فوليوم فيقل الكاردياك اوتبوت. دول
تتابع الأحداث طبيعي فينا كلنا. طيب عشان كده الناس الكبار في السن نقول لهم ما تقومش من النوم بسرعة وتقف، لأنك لما تقف ضغطك يقل، كاردياك اوت بوت يقل، الدم اللي بيتضخ في الأورطة قل. طيب الحاجة التانية اكسرسايز، ودي هنقولها في الفيديو اللي جاي، بس عايز اقول لك معلومة. في الاكسرسايز السمباثاتيك بيشتغل، السمباثاتيك بيضيق اي فيسل قصاده، فهيضيق الفين. بمعنى ايه؟ هيضيق الفين بيلو ذا ليفل اوف ذا هارت. تعالوا نرسمها، ده الهارت بتاعنا العادي، وده الفينا كيف اهو، وتحت انا عندي الفينز بلو ذا ليفل اوف ذا هارت، والفينز دي بتكون جوه المصل، جوه العضله بتاعتي. المعروف اللي بيحصل ايه؟ السمباثاتيك بيعمل كونتراكشن للعضلات. وطب وانا بعمل كونتراكشن للعضله، الفين اللي جوه المصل حصل له ايه؟ كونستريكشن، الفين ده بقى ضيق، فالضغط فيه اصبح عالي. اي فيسل تضيقه تعلي الضغط جواه، وبالتالي يتحرك الدم الى الفينا كيفا من الضغط العالي تحت الى الضغط الاقل فوق، ده مهم جدا، فيزيد الفينس ريتيرن. هعكس كل اللي قلته فوق، زاد الفينس ريتيرن فزاد الاند دايستوليك فوليوم، فزاد الستروك فوليوم فزاد الكاردياك اوتبوت. كل اللي فوق اتعكس، كل الاسهم اتعكست. المعلومة اللي هنقولها في الفيديو اللي جاي معلومة تستغرب لها، النورمال ديورينج ريست الهارت يضخ 5 لتر دم في الدقيقة، ده أثناء الريست وانت قاعد مرتاح قررت تجري. ديورينج اكسرسايز الكاردياك اوتبوت يوصل الى 30 لتر او 35 لتر. كل اللي بيشوف الفيديو دلوقتي عنده سؤال محيره، ازاي حصل المالتيبليكيشن الرهيب ده 6 أو 7 مرات في الكاردياك اوتبوت؟ هنفسرها الفيديو اللي جاي. الفاكتور التالت فيسيولوجيكال درجة الحرارة، ودي انا قلتها مع الميتابوليزم. في الحر في الهاي تمبريتشر بيزيد الميتابوليك ريت، انت سخن، جسمك سخن، الاكتيفيتي موجودة، فلازم يزيد الكاردياك اوتبوت. الهارت عامل زي محل بيبيع البضاعة حسب العرض والطلب. دلوقتي التيشو ده اكتف عايز بلاد فلو كتير، طب ما تيجي ازود له الكاردياك اوتبوت، والعكس صحيح. الفاكتور الرابع هو الميلز، الاكل، وده طبيعي. بعد الاكل احنا عايزين نعمل دايجشن ابزوربشن، لازم الهارت يوزع نسبة معينة من الكاردياك او البوت بتاعه للجي اي تي. بقول لك الهارت عامل زي محل شغال بالجملة، هوزع البضاعة بتاعتي لمين؟ للأماكن الاستهلاكية اللي عايزاه، ده مهم قوي. أوزع للبرين نسبة، للليفر نسبة، للكيدني نسبة، بس التيشو يبرهن على الاكتيفيتي بتاعته. خامس حاجة في الفيسيولوجيكال فاكتور هو بريجنانسي او الحمل، ودي مهمة جدا نكون عارفينها.
الحامل يزيد عندها الاوت بوت ليه؟ في تيشو اكتيفيتي عاليه ليها وللبيبي، بقوا اتنين في واحد، فيتس داخل الام فالميتابوليك اكتيفيتي عاليه جدا. طب سؤال، هل الكاردياك اوت بوت بيزيد وانا نايم يعني في السليب؟ قال لك ده يتوقف على حاجه، هل النوم بتاعك هادي؟ لو نومك هادي ما بتحلمش احلام فيها ستريس قلق، بيشتغل البارا سيمباثيتك، والبارا سيمباثيتك ده بيقلل الهارت ريت فيجل تون. بارا سيمباثيتك ده على فكره وهنقولها النهارده في الفيديو، ده نيجاتيف كورونو تروبيك. فاكر كورونو؟ يعني يتقاس بالوقت ضربات القلب، انا بقلل ضربات القلب. فاكر كروناكسي معناها تايم؟ طيب ونيجاتيف اينو تروبيك، وبقلل الفورس اوف كونتراكشن. يعني انا بقلل هارت ريت وبقلل الفورس. طب ايه علاقة الهارت ريت بالموضوع؟ انت ناسي ان الهارت ريت تايمز ستروك فوليوم يساوي كاردياك اوت بوت، فلما تقلل الهارت ريت قللت الكاردياك اوت بوت بتاعتك. لكن لو السليب فيه ستريس او اكسايتمنت واثاره يحصل العكس، هيشتغل السيمباثيتك اللي هو بوزيتيف كورونوتروبيك وبوزيتيف اينوتروبيك، فيزيد الكاردياك اوت بوت بتاعك. ده فيسيولوجيكال فاكتورز بالنسبه لي. طب ايه الحاله الباثولوجيكال او المرضيه اللي تقلل الكاردياك اوت بوت؟ تعال نفكر ومن غير حفظ. ادي الهارت بتاعي، تخيل جزء من عضلة القلب اتحرمت من البلد فلو، جزء ده في اسكيميا، نقص للدم في هذا المكان، قلتها قبل كده. يبقى المايوكارديال حصل له ايه؟ انفاركشن، في جزء من عضلة القلب ماتت مش شغالة، وطالما ماتت يبقى الكونتراكتايل فورس ضعفت، الهارت عمال يملى ويملى ومش قادر تو ايجكت، يبقى دخل في هارت فيلير اهو. ما انا كل ما املى اكتر واكتر انا كده بعدي الليمت. يعني الليمت؟ ما انت كل ما تملى، تخيل اكتين ومايوسين، المايوسين اهو، الاكتين عمال ايد اللي فوق يبعد يبعد يبعد، لدرجة الاكتين ده فين المايوسين اللي تحته عشان يعمل بايند وبند وديتاتشمنت وريسايكلينج. يبقى انت فشلت في الكروس بريدج سايكلينج، يبقى انا بتكلم على هارت فيلير. على فكرة فشل القلب ليه اسباب كتيرة، مش شرط المايوكارديال انفاركشن، لا ده في سبب تاني مهم. ممكن الاورطة نفسها يكون الفالف بتاعها ضيق. يعني لو جيت رسمت الهارت بتاعه اهو، وادي الارش اوف ذا اورطة كلنا عارفينه، تخيل لو الفالف ضيق، الحتة دي ضيقة قوي، وادي الليفت فنتريكل، الليفت فنتريكل مطالب انه يضخ الدم في فالف ضيق وستينوزد. طالما الباب ضيق هبذل مجهود كبير علشان اوسعه افتحه، فافضل املى واملى كل شويه، املى واقفل الفالف بيني وبين الاتريوم، والضغط يزيد علشان اتغلب على المقاومة العالية دي. يبقى السبب التاني للهارت فيلير
aortic stenosis، دي صمام الأورطة، أو ممكن الأورطة نفسها يكون فيها كوليسترول مترصب على الوول زي ما أنا برسم دلوقتي. الكوليسترول اللي هيترصب على الوول هيعمل حاجة قلناها قبل كده، أسيرو سكليروزس، أسيرو يعني فيسل، وسكليروزس تصلب. يعني ايه تصلب شريان؟ الأورطة ما عندهاش إلاستيسيتي، فقدت المرونة، فقدت القدرة to expand، فالضغط هنا أصبح عالي، أعلى من الليفت فنتريكل من البداية، فدخلت في فيلير. يبقى الفيلير انفاركشن، الفيلير ستينوزس في أورطة، الفيلير أثروسكليروزس أورطة. ده الفيلير كمان لسبب آخر، نقص الكالسيوم جوه الهارت. ما هو الهارت عشان يعمل كونتراكشن محتاج إلى كالسيوم، وده مهم قوي. هتقول لي كده خلاص دي كل الأسباب للفيلير؟ أقول لك لا، في أسباب تانية، ودي هنقولها بإذن الله في الفيديو القادم. كده أنا عرفت عنوانين، 6 definitions و variations in cardiac output، 5 physiological و 1 pathological. نيجي للعنوان الثالث، ازاي نقيس الكاردياك اوتبوت؟ ده عنوان مهم قوي. ازاي نثبت انه 5 لتر دم في الدقيقه؟ تقول لي يا دكتور ما احنا خلاص اثبتناها بالمعادله. لا، عايزين نعمل 4 طرق to measure cardiac output. الاربع طرق بامانه، 3 طرق منهم قدام، والطريقة الرابعة هي الطريقة الحديثة المستخدمة. هنقول الأول الطرق القديمة عشان نعرف تتابع الأفكار. عالم إنجليزي اسمه فيكس، قال أنا هقول فيكس برينسيبل، الطريقة بتاعتي. الطريقة بتاعته على فكرة كانت طريقة سهلة جدا. ادي التيشو بتاعي اهو، نسيج عادي، اي تيشو بيدخل له arterial blood اهو، arterial دم شايل 190 ملي اكسجين في اللتر. واللتر ده جاله منين؟ جاله من الهارت. القلب، القلب ضخ 190 ملي في اللتر، تمام، ولكن التيشو خرج منه فينس بلد اللي هو في فينس. لقينا انه الاكسجين في الفينس 140 ملي اكسجين في اللتر. معنى الكلام ده ايه؟ ان التيشو استفاد بالفرق 190 ناقص 140، 50 ملي اكسجين بير لتر. والفرق ده هنقول عليه ارتيريو فينس ديفرنس، ده الفرق بين الارتيريال اكسجين والفينس اكسجين. طيب تعالوا نعملها بشكل بسيط. الهارت ضخ الدم، اللتر الواحد اللي الهارت ضخه التيشو استفادت بخمسين ملي اكسجين. طيب انا عاوز اعرف كام لتر دم الهارت هيضخه في الدقيقة، علما ان التيشوز بتستهلك 250 ملي اكسجين بير مينت.
طب يا دكتور عرفت الرقم ده منين؟ الرقم ده عرفته من السبايروميتر، سبايرومتر، جهاز التنفس اللي قلته في فيديوهات الريسبيراتوري لانج فوليومز وكاباسيتس. ايوه، التيشو بتستهلك 250 ملي اكسجين في الدقيقه، يبقى الهارت يضخ كام لتر في الدقيقه عشان نستفيد بالكميه دي؟ قال لك عادي، تعالى نعملها بطريقه المقص زي زمان، يعني 250 في 1 على 50. ال 250 دي بتعبر عن ايه؟ عن الاكسجين consumption per minute. طيب وال 50 بتعبر عن ايه؟ arterio venous difference، الفارق ما بين الارتري والفين، وده يساوي 5 لتر دم بير مينت. عندنا يا دكتور ليك كذا سؤال. الارتيريال سامبل، عينة الدم دي، انت جبتها منين؟ انا جبتها من اي شريان قبل ما يوصل للتيشو، لان اي ارتري قبل ما يوصل الى التيشو الاكسجين ليفل بتاعه ثابت، التيشو ما اخدش منه حاجه. طيب انا دايما لما اخد عينه انا عايز تبقى العينه ثابته في كل الاماكن. طيب الفينس سامبل اخدته منين؟ هل ينفع اخده من تيشو اكتف قوي؟ ما هو لو التيشو اكتف قوي هيستهلك اكسجين كتير ارتيريال ويطلع فيه الفينس اكسجين قليل، ما هو استهلك معظمه. ولو التيشو نوت اكتف يبقى استهلاكه من الاكسجين اقل، يبقى هيطلع فيه الفينس اكسجين اكتر. انا لا عايز كده ولا كده، انا عايز اخد فينس سامبل من مكان يبقى افريج بين البنين، لا فيه استهلاك اكسجين عالي ولا اكسجين اقل. قالوا طيب المكان ده يبقى فين؟ تعالوا نرسم الهارت مرة تانية، وده هو الفينا كيفا بتاعتي اهي، سوبيريور وانفيريور. المعروف ان السوبيريور فينا كيفا بتستقبل الدم اللي جاي من الابر بارت اوف ذا بودي، النص الفوقاني، وان الانفيريور فينا كيفا بيستقبل الدم من النص التحتاني، والدم ده بيروح للرايت اتريوم ثم رايت فنتريكل، ثم بعد كده الرايت فنتريكل يضخ للبالمونري ارتري. الشريان ده بالمونري، يعني اذا انا هاخد عينة الدم بتاعتي من البالمونري ارتري. طب ليه يا دكتور؟ اصل البالمونري ارتري دي تمثل افريج فينس سامبل، وعلى الرغم ان اسمها ارتري ولكن دي اوكسجينيتد بلاد، شايله دم غير مؤكسد. الدم بيتخلط في 3 اماكن، رايت اتريوم مكان، ورايت فنتريكل المكان التاني، والبالمونري ارتري المكان التالت. فانا هاخد العينه كفينس منين؟ تقول لي بالمونري ارتري، وده مهم جدا بالنسبة لنا نكون عارفين. دي أول طريقة لقياس الكاردياك أوتبوت، اعتمدت على أكسجين كونسومشن على أرتيريو فينوس ديفرنس. الطريقة التانية هنعتمد على صبغة،
هنحقنك في الفين ضاي معينه ونيجي نشوف ايه اللي هيحصل. دي تاني طريقه سميناها ضاي دايليوشن تكنيك، وهنقول ليه اتسمت التسميه دي. تعالوا نتخيل الفكره. ادي الهارت بتاعي كل مره بنرسمه عشان نوضح المبدأ اللي ماشيين بيه اهو. هاجي دلوقتي احقنك مادة حقنة اهي، الحقنة دي هتدخل جوه الفين. الحقنة دي هي اندو سيانين جرين، ده اسم الصبغة، ده اسمها. دايما لما تحقن صبغة لازم تعرف معلومتين. اول معلومة الاماونت كام، كمية الصبغة ما انت عارفها 6 ملي جرام، ده اماونت. وتاني حاجة تعرفها concentration of the dye، تركيز الصبغة. تركيز الصبغة 2 ملي جرام في الليتر. يعني ايه؟ يعني القلب بيتخلص من الصبغة دي انه يحط 2 ملي جرام منها في لتر دم هو بيضخه. طب انا عندي معلومتين عايز اعرف المعلومة التالتة، volume of the blood ejected by the ventricle per minute اللي هو cardiac output بوت. ما دي المعلومة اللي أنا عايز أعرفها، ده الأنون. الكارديك أو بوت يساوي إيه؟ أو قصدي الفوليوم يساوي إيه؟ هتقول لي أماونت على كونسنتريشن، 6 على 2 يعني 3 لتر. طيب التلاتة لتر اللي الهارت بيضخهم في مدة قد إيه علشان يتخلص من الصبغة؟ في 30 ثانية. وهقول لك اتحسبت ازاي دلوقتي. طيب كام لتر دم الهارت يضخه في 60 ثانية للتخلص من الصبغة؟ هتقول لي طبعا هيبقى الانون 6 لتر، الضعف. 3 لتر في نص دقيقة يبقى في الدقيقة 6 لتر، وده الكاردياك اوتبوت تقريبا بتاعي. انتم دلوقتي عندكم سؤالين ليا، عرفت منين الكونسنتريشن بتاع الصبغه؟ ده سؤال. والسؤال التاني، مين اللي قالك ان احنا هنتخلص من الصبغه دي في 30 ثانيه؟ علشان نفهم الفكره يبقى لابد نرسم جراف مهم جدا يعبر عن الكلام اللي اتقال. هرسم الجراف اهو، والجراف ده بيعبر عن ايه؟ العلاقة ما بين الكونسنتريشن اوف ذا داي، تركيز الصبغة على الفيرتيكال اكسس المحور الرأسي، وعلى الهوريزونتال هتكلم على الوقت. طيب تعالوا نشوف بقى دلوقتي. اول ما حقنت الحقنه تفتكر تركيزها زاد مباشره في البلمونري ارتري؟ تقول لي لا، ده راحت الرايت اتريوم ثم الرايت فنتريكل اهي، ثم بامبد للبلمونري ارتري. هتقولي طب انت ليه دايما كلامك على البلمونري ارتري؟ ما اتفقنا ده اللي فيه الافريج فينوس سامبل وقلناها فيكس برينسبل. قالوا ايه بقى؟ قالوا ان انا هحط على التايم زيرو، بيعبر عن بداية الحقن. يبقى الزيرو ده هو بداية حقن الاندوسيانين جرين. طيب هيبتدي تركيز الصبغة
يزيد في البالمونري ارتري بعد 5 ثواني. طب عرفت منين؟ كل شوية بنسحب سامبلز ونشوف تركيز الضاي، عينات متسلسلة متتالية ورا بعض. طيب بعد 5 ثواني هنلاقي المنظر ده يحصل، تركيز الصبغة بيزيد بيزيد ويوصل إلى أعلى تركيز ليها عند 4 مللي جرام في اللتر. هتقولي الله، طب والاتنين مللي جرام اللي انت قلت عليها جت منين؟ اصل احنا سحبنا عينتين، عينة ما ظهرش الصبغة 0 مللي جرام بير ليتر، مفيش كونسنتريشن لسه، اللي هي الفترة دي الزيرو لسه ما ظهرش في البالمونري ارتري. وسامبل تانية لقينا ان التركيز وصل الى اعلى قيمة لي، ففكروا فكرة جميلة، قالوا طب ما دام عندنا تو كونسنتريشن قليل وعالي، ما تيجي نجمعهم ونقسم على 2، ده الافريج كونسنتريشن اوف ذا داي اللي هو 2 مللي جرام بير ليتر. عشان كده قدرت اجيب الكونسنتريشن بتاعي. ده اول سؤال، طب ازاي حسبت 30 ثانية؟ اقول لك دلوقتي، الضاي لما عالي قوي لـ4 مللي جرام ابتدى الهارت يتخلص من الصبغة. كنا فاكرين ان الهارت هيتخلص من الصبغة في سيركيوليشن واحد، ولكن مع اخر كاردياك اوتبوت الهارت بيضخه الصبغة رجعت مرة تانية الى الفينا كيفا، يعني اللي انت بتتخلص منه رجع لك. فايه اللي حصل؟ ابتدى تركيز الصبغة يزيد، وهعمله بالسهم الاحمر ده، وده قالوا عليها سكند رايز، الزيادة الثانية في تركيز الضاي. دي الزيادة الاولى، ده الفيرست رايز في الكونسنتريشن اوف ذا داي، ابتدى يعلى تاني. الله. ففكر العلماء وقالوا طب نتخيل انه ما حصلش سكند رايز، هنمد دلوقتي اهو الكيرف بالنقط الزرقاء لتحت. يعني نمده؟ عايزين نتخيل لو مدينا الكيرف ده، الهارت كان مفروض يتخلص من الصبغة في وقت قد ايه؟ قالوا 35 ثانية. يبقى تركيز الصبغة ابتدى يعلى عند 5 ثواني، وتخيلنا ان احنا تخلصنا من كل حاجة بعد 35، يبقى الفرق ما بيننا كام؟ 30 ثانية. هي دي المدة اللي اخدها الهارت للتخلص من الصبغة. بس كتب الفسيولوجي قالت امتداد الخط الوهمي ده هنسميه اكسترابوليشن، اكسترا يعني خط زيادة وهمي من عندي. وطالما وهمي قد يكون هناك خطأ. واسألك سؤال ليه علاقة بالماس أيام زمان، لو انت عندك ايرور في رسمة في صورة، تقلل الايرور ازاي؟ عن طريق اللوج، لوغاريتم. دايما اللوج هي الطريقة السحرية لتقليل الخطأ. عشان كده الجراف لوج كونسنتريشن بالنسبة للتايم،
عشان كده اللي انا قلته اثبته في الكيرف. لكن الطريقة دي ليه طريقة قديمة ومحدش استخدمها تاني؟ في ناس عندهم حساسية من الاندوسيانين جرين، الهارت كمان ما يقدرش يتعامل كويس مع هذه الصبغة. علشان كده قلنا طب ما تيجي نجرب طريقة غير مضرة، وهي طريقة السيرمو دايليوشن تكنيك. وهفهمك دلوقتي ليه سموها هذا الاسم مهم قوي. قالوا طب واحنا ليه نحقن اندوسيانين جرين اللي هو الخط الاسود ده، السهم الاسود اللي داخل في الفينوس، ليه نعمل كده؟ قالوا طب هنعمل ايه؟ قالوا طب احنا دلوقتي هنحقن كولد سالاين، وده مهم قوي. كولد سالاين ايه ده؟ معقوله محلول ملح بارد نحقنه؟ رايت اتريوم، رايت فينتريكل، بالمونري ارتري، ويروح للليفت اتريوم ثم ليفت فينتريكل، وبعد كده الاورطة تتخلص منه. طيب الاورطة وهي بتتخلص من الكولد سالاين راح للتيشوز، التيشو ما ينفعش يخرج منها دم بارد، فدخل السلاين بارد وخرج منها دافي، البلد بقى دافي. يبقى انت فقط درجة الحرارة القليلة دفتها. معنى الكلام ده ايه؟ ان الفينوس ريتيرن هيرجع وورم مش برد، ويوصل للهارت، والهارت بامب وورم بلد. هتقول لي طيب ايه علاقة دي بالانديكيتور اللي فاتت بالاندوسيانين؟ بص معايا على الرسمة دلوقتي. هنا كان في سكند رايز في الصبغة، وانا بتخلص منها في اخر قطرة رجعت لي تاني وتركيزها عالي مرة تانية في الدم. اما هنا درجة الحرارة لا مش هتبرد تاني، فالسكند رايز حطيت عليه علامة اكس. مفيش حاجة اسمها يرجع لي دم بارد مرة تانية، ما هي البرودة فقدت في التيشوز. حتى الكتب تقول لك temperature is dissipated، يعني dissipation، حصل removal للكولد تمبريتشر، خلاص الامور اتبدلت معانا. طب عندي سؤال تاني ليك، هل يا ترى انا محتاج اعمل خط وهمي يعبر عن نهاية التخلص من الكولد سالاين؟ لا، حتى الاكسترا بوليشن هنا مش موجودة، لاني انا ما عنديش سكند رايز، مش محتاج اتخيل ومد الكيرف لتحت واقولك هتخلص منه في وقت قد ايه. علشان كده اذا رسمت الجراف بالمنظر ده هتلاقي، بص الشكل اهو، ده الشكل بتاعنا اللي هيبان. يعني ايه؟ يعني هتلاقي على الفيرتيكال اكسس هكتب تمبريتشر حرارة، بدل ما كنت بكتب لوج كونسنتريشن، وعلى الهوريزونتال اكتب التايم. الطريقة دي ليه مش مضرة؟ لان السلاين موجود في جسمك، تركيز محلول الملح 0.9 جرام برسنت، ما انا هحقنك محلول ملح متوازن في الاوزمولاريتي مع اللي عندك، يبقى مش ضرر. ولكن عيب الطريقة دي تاخد وقت معايا، والعيانين ما يقبلوهاش،
مين اللي يقبل ان انا اتحقن انديكيتور او كولد سلاين علشان اقيس الكاردياك اوت بوت؟ ومن هنا بقى بدأت رقم 4 احدث طريقة لقياس الكاردياك اوت بوت. طريقة عبقرية قلبت العالم في السنين اللي فاتت. الموجات فوق الصوتية كل الناس عارفينها. طالب الطب لازم يعرفها بالمسمى العلمي إيكو كارديوغرافي. يعني إيه جرافي؟ يعني صورة. وفعلا صورة. وانت قاعد مرتاح تعال ناخد القلب صورة. طب هل يا ترى الطريقة دي انفيزيف؟ يعني ايه انفيزيف؟ حقنة وقسطرة وداخلة في الفينس بلد؟ لا، عشان كده قالك it is non invasive. يعني ايه؟ يعني الطريقة دي لا تخترق القلب، ودي مهمة قوي، ما بتخترقوش. طب الصورة دي تبين ايه؟ تبين لك ثلاث حاجات. تبين ابعاد القلب. يعني ايه الابعاد؟ حجم الدم في نهاية الدايستول. يعني الصورة دي كمبيوترايزد تطلع لك اند دايستوليك فوليوم كام، وتطلع اند سيستوليك فوليوم. وما دام عرفت المعلومة الأولى والتانية، طب ما تيجي نطرحهم من بعض، يساوي المعلومة التالتة ستروك فوليوم. وكمان أنا عارف الهارت ريت. طب أنا لو ضربت هارت ريت تايمز ستروك فوليوم يطلع كاردياك أوتبوت. طريقة سحرية إيكو كارديوغرافي. ده كمان بيقولك ان في طريقة ان انت تعرف اللي تشيمبرز اوف ذا هارت. الصورة تبين لي كل غرف القلب والفالف ضيق ولا واسع. يعني الفالف ده ستينوزد ولا انكومبتنس. يعني تقرير كامل لجراح القلب والصدر اذا كان في عملية او لا. دول الاربع طرق في قياس الكاردياك اوتبوت. في طريقة خمسة اسمها راديو نيوكليوتايد، ولكن مش مهمة قوي. كده انا قلت تلات عناوين، ستة ديفينيشنز، اربعة ميجرمنتس، وقلت فارييشنز ان كاردياك اوتبوت. العنوان الرابع عندنا فاكتورز افكتنج كاردياك اوتبوت. ايه هي العوامل اللي بتأثر في الكاردياك اوتبوت بالنسبة لي؟ وقبل ما اجي اشرح هذه العوامل عايز اقول لك نقطة مهمة. الفاكتورز دي قريبة من الفاكتورز افكتنج كونتراكتيليتي اللي عملتها في فيديو قبل كده في القناة. بس قبل ما نيجي نقول اي حاجة لازم نفتكر المعادلة. الكاردياك اوتبوت يساوي هارت ريت تايمز اند دايستوليك ماينس اند سيستوليك اللي هو ستروك فوليوم بالنسبة لي. طالما قلت فاكتورز يبقى لازم ابتدي اول حاجة انترنسيك فاكتورز. فاكر في الكونتراكتيليتي قلت لك أربعة فاكتورز انترنسك وأربعة اكسترنسك. طب نبتدي بالانترنسك فاكتورز الداخلية. أول حاجة هو بريلود. وتعالى أفكرك بالكلام اللي قلته قبل كده. الهارت أهو، كلمة بريلود الهارت اتملى بالدم قبل ما يحصل كونتراكشن. فالنقط الحمراء دي بتعبر عن الفيلينج اوف ذا هارت،
عشان كده البريلود كديفينيشن يقول لك ايه؟ استرتش ويز بلاد بيفور كونتراكشن، لان بري معناها قبل الكونتراكشن. لو طالب عايز يركب الكلام ده على الكاردياك سايكل هقول لك انا قصدي فيز 7 و8 و1. تقول لي ايه؟ رابيد فيلينج فيز، فاكر كنت بملى 60% من البلد، وسلو فيلينج 20% اوف بلد، والاتريال سيستول بملى 20% اللي باقيين. طيب كل ما الهارت يملى قوة الكونتراكشن تزيد وزن ليميت، يبقى لازم تتكلم على ستارلينج لو. عايز اقول معلومة في الستارلينج لو النهاردة. دلوقتي الدم بيرجع للهارت بالفينس ريتر للرايت اتريوم ثم رايت فينتريكل. لو انا بدأت بالرايت فينتريكل، الرايت فينتريكل بيملى بالدم، يبقى ده معناه ايه؟ زاد الاند دايستوليك فوليوم في الرايت فينتريكل، تمام، فزاد الستروك فوليوم بتاعه حسب القانون. طيب فزاد الكاردياك اوتبوت. اقول لك حاجه، النص اليمين من الهارت بيضخ 5 لتر دم في الدقيقه، وهم اللي بيروحوا الى الليفت اتريوم والليفت فنتريك. يعني 5 لتر بيلفوا ويطلعوا من الاورطة 5 لتر. اوعى تفتكر اني انا بضخ 10 لتر تقول لي 5 و5، لا، ده 5 لتر سيركيوليتنج معاك. طب في نقطة مهمة لازم اقولها، الستارلينج لو ده ينطبق على نورمال هارت؟ الإجابة لا، لأن ستارلينج قال كلمة مؤثرة، وزن ليميت. يعني ايه وزن ليميت؟ هيجي وقت على الهارت يملى بالدم لدرجة ان الاكتين يبعد عن المايوسين، الزد لاين بيبعدوا عن بعض، مش هلاقي مايوسين هيد يمسك فيا، وكروس بريدج سايكلينج هتقل. يبقى انا بتكلم في الستارلينج لو على هارت فيلير، او هارت اتقطع له النيرف، او قلب صناعي. كل دي حالات غير طبيعيه. طب سؤال دكتور، انت قلت الفنتريكل بيملى، نقط الحمراء دي فنتريكل بيملى اند دايستوليك فوليوم، والاند دايستوليك ليها اسم تاني هنقوله النهارده، هو هيتيرو مترك. كلمة هيتيرو يعني ايه؟ مختلف. الهارت بيملى كان ادي الدايمنشن بتاعه، بص ابتدى يزيد، وده مهم قوي. هيتيرو مترك ريجوليشن، لما اجي اتكلم على تنظيم الكاردياك اوتبوت هقول لك الهيتيرومتريك ده اللي يزوده. يعني الاند دايستوليك يزيد امتى ويقل امتى، وهنقول الكلام ده بالتفاصيل. طيب دي اول فاكتور عندك هو البري لود. الفاكتور الثاني هو افتر لود. حتى تلاحظ انا ماشي بترتيب عناوين الفاكتورز affecting contractility من قبل. طيب احنا لسه شارحين حالا افتر لود. فاكر لما قلت لك اسباب الهارت فيلير؟ يا اما اورتك ستينوزس،
او اثروسكليروزس في الاورطه. المشاكل دي تعمل ريزيستنس فور ايجكشن. يبقى الاول افتر لود يعني ايه؟ الهارت وهو بيضخ الدم اتفاجئ بريزيستنس عاليه في الاورطه. فاكر في الكاردياك سايكل ده ما يحصلش، بريشر اوف اورطه اقل من الليفت فنتريكل علشان يستقبل منه الدم. علشان كده هقول لك it is aortic resistance. السؤال ازاي نواجه الاورتيك ريزيستنس؟ بس قبل ما اقول نواجهها ازاي، السؤال الاهم، دكتور هو ايه اللي حصل في الهارت فيلير الان؟ اقول لك الهارت اللي فشل يضخ الدم، معنى انه فشل يبقى اللي اتبقى جواه هيزيد، فهيزيد الاند سيستوليك فوليوم، الباقي زاد. ده مش هيبقى 60 مللي، ده ممكن يبقى 100 مللي، رقم كبير. تمام. طب ولما زاد الاي اس في، ارجع للقانون، الاند سيستوليك زادت. ده معناه ايه؟ ان الاستروك فوليوم هيقل. مع الاستروك فوليوم الفرق بين الاتنين، وطالما قل الاستروك يبقى قل الكاردياك اوت بوت. هي دي المشكله اللي حصلت في البدايه. فالهارت عمال يملى ويملى بالدم ومش قادر تو ايجكت. طب السؤال ازاي يواجه؟ تعال نرسم الهارت كمان اهو. دلوقتي الفكره، ادي الباب الضيق، الاورتيك فالف الضيقه، ضيقه جدا، وادي الارش وفي ذا اورت عشان نتخيل. تمام. وهنا السبت، انا فشلت فزاد الاند سيستوليك فوليوم، اضطر الهارت علشان يواجه، ودي قلتها قبل كده، لازم يملى كتير، يملى ويتفتح الاي في فالف المايتر، ثم يتقفل الفالف، والدم اللي جوه يضغط على الوول، والبريشر ده لسه اقل انه يفتح الاورتيك فالف، فيضطر الهارت تاني انه يملى كمان وكمان، وكل ما يملى يفتح الفالف اي في مايترال ثم يقفله، فالدم يتقفل ويتحبس جوه. يعني كل مره الهارت يعمل ايه؟ رابيد فيلينج، سلو فيلينج، اتريال سيستول، يعني يعمل هيتيرو متريك ريجوليشن اولا. يبقى ازاي اواجه هذه المشكله؟ رقم واحد، هيتيرو متريك، لازم نغير من طول القلب غصب عننا، لازم يملى بالعرض. عشان اتغلب على الريزيستنس اللي جوايا محتاج الضغط اللي جوه يكون اعلى من الضغط ده، يعني تقريبا ضغط الاورطة 170 مليمتر ميركري من البداية. واحنا قلنا في النورمال كاردياك سايكل قبل كده ان الليفت فنتريكل بريشر بيبقى 80 علشان يفتح الاورتيك فالف. طب ازاي ال 80 كضغط جوه؟ يزق الدم المكان ضغطه 170. ما ينفعش، انا عايز ال 80 تزيد، املى بالهيتيرو متريك. على فكره لو انت عايز تفهمها، انا مليت رابيد فيلينج، سلو فيلينج، اتريال سيستول، قفلت الفالف، بعد كده بقيت ايزو فوليومتريك كونتراكشن، الفوليوم اللي جوه الفنتريكل اصبح ثابت، لا هيزيد عن كده
ولا هيقل. علشان كده قالوا الهيتيرومتريك يتبعها فوليوم ثابت اسميها هوميو، هوميو يعني ثابت، متريك ريجوليشن اوف كاردياك اوتبوت. شفت الترتيب؟ الاول اوسع واملى، اقفل الفالف. ثانيا فالفوليوم اللي جواك بقى ثابت، فالتمانين هتزيد تبقى 180. بص بقى، المية وتمانين اعلى من 170، فايه اللي يحصل؟ هيتزق الدم الى الاورطة، الباب الضيق فتحناه. ده مهم قوي الحكاية دي، بس في نقطة لازم تبقى واخد بالك منها. الدم الكتير اللي عمال يتجمع ويضغط على الول، هذا الدم عمل بريشر عالي جدا على الجدار، ودي نقطة مهمة. هذا البريشر ضغط وبقوة على الجدار اهو، بلد عامل بريشر على الجدار لدرجة ان انا لقيت المنظر ده اهو، ادي البريشر العالي خلى الوول سيكنس تزيد. يبقى انا زودت في السمك في السيكنس اوف ذا وول. طب السيكنس اللي زاد في الوول عارفين عمل ايه؟ اكبر الدم انه يتحبس في مساحة اقل. يعني الدم الكتير اللي قعدت اخده في الهيتيرومتريك ثم حبسته فبقى هوميو متريك، اتحط في مساحة اقل. طب وده فادني في ايه؟ خلى الضغط في المكان ده يزيد. علشان كده في نقطة مهمة، انت بدأت اولا بفوليوم اوفر لود، قعدت تعبي دم اللي هي الهيتيرو متريك. الحتة دي هلاقي المصطلحات فيها كتيرة بمعنى سهل جدا. فالهيتيرو متريك معناها فوليوم اوفر لود، عمال تعبي. ثم الفوليوم اوفر لود اتحول الى ضغط والوول سيكنس بتكبر. هتقولي طيب اتحول لبريشر اوفر لود يعني ايه؟ يعني انا عاوز ازود الضغط على الجدار، فطبقة الوول بقت سك جدا، ودي نقطة مهمة قوي. increase الوول سيكنس بنسميها هايبرتروفي، اي تضخم في الجدار. ده مهم جدا، خلي بالك ان السيكنس زاد لجوه عشان يزنق الدم في مساحة قليلة، فالضغط جواه يزيد اكتر من الاورتيك بريشر. ده مهم جدا، وهنركز على الجزئية دي الفيديو الجاي. يا ترى الفوليوم اوفرلود يخلي الهارت يستهلك اكسجين اعلى ولا البريشر اوفرلود؟ طيب لو العكس، لو الافتر لود مش موجود، نيجاتيف افتر لود، تقولي لو مش موجود خلاص هيزيد الستروك فوليوم ويزيد الكاردياك اوتبوت. مفيش حاجة منع الهارت انه يضخ الدم، مفيش ريزيستنس بتواجهني الان. طيب ده الفاكتور التاني في الانترنسك. الفاكتور التالت هو الهارت ريت. هتكلم على اربع احتمالات مهمة. اول احتمال في الهارت ريت لو ضربات القلب في الطبيعي، يعني ايه؟ من 60 الى 90 بيت بير مينت. خلي بالك
كل ما يزيد الهارت ريت وزن النورمال رينج يتناسب عكسيا مع الفيلينج. يعني كل ما تزود الضربات كل ما الفيلينج يقل. طب ما هو يا دكتور الفيلينج بالنسبة لي هو الاند دايستوليك، فالاند دايستوليك قل والهارت ريت بيزيد وزن نورمال، حاجة قلت مضروبة في حاجة زادت بنفس القيمة، يبقى الكاردياك اوت بوت اخباره ايه؟ تقولي ثابت. امتى الكاردياك اوت بوت يتغير؟ لو احد الطرفين ضربتهم في بعض المعادلة اختلفت، هلاقي الهارت ريت زاد قوي مضروبة في اند دايستوليك قل، او اند دايستوليك قل قوي فهارت ريت ما زادش بنفس القيمة، يبقى ده الاحتمال الاول. الاحتمال التاني هو تأثير السيمباثيتك. الهارت ريت اذا وصل ل 160 بيت بير مينت السيمباثيتك بيعمل ايه؟ هتقول السيمباثيتك بوزيتيف كرونو تروبيك، ده بيزود الهارت ريت وكمان بيزود الإينو تروبيك قوة الكونتراكشن. السيمباثيتك يزود الفينس ريتيرن. الله، لما يزود الفينس ريتيرن يبقى الاند دايستوليك فوليوم هتزيد. تخيل بقى السيمباثيتك في الاحتمال التاني، كل احتمال هنمسح، هيزود الاند دايستوليك فوليوم ويزود كمان الهارت ريت، اتنين بيزيدوا مضروبين في بعض، يبقى الكاردياك اوت بوت هتزيد. هنعرف الفيديو اللي جاي ان الكاردياك اوت بوت تزيد بس وزن ليميت. انت عندك ريزيرف، عندك احتياطي. فاكر لما قلت لك في الاكسرسايز كاردياك اوت بوت يتضاعف 6 إلى 7 مرات، طيب ليه ما يزيدش اكتر من كده؟ ده موضوع الفيديو اللي جاي. طب الاحتمال التالت عندنا، لو الهارت ريت بقى 180 او 200، خليها 200 بيت بير مينت. لو انا 200 بيت، ده الاحتمال التالت، ده معناه تاكي كارديا عالية جدا. الهارت ريت بصوا بقى زاد، عاملها بسهمين، التايم اوف فيلينج بيقل وده شيء طبيعي، كل ما تزيد الضربات كل ما اند دايستوليك فوليوم يقل. بصوا بقى معايا هيقل الاند دايستوليك كام سهم انا منزله لتحت؟ هتقولي كتير، يعني نقص الاند دايستوليك فوليوم الزيادة يتغلب على زيادة الهارت ريت. حاجة قلت قوي ضاربها في حاجة زادت بشكل اقل من المتوقع، يبقى النتيجة ايه؟ نتيجة كاردياك اوت بوت قليلة جدا. ده لو الهارت ريت 200 بيت بير مينت. طيب الاحتمال الرابع والاخير، لو الهارت ريت قل قوي، عندي برادي كارديا جامدة، يعني ايه؟ 40 دقة في الدقيقة بيت بير مينت. فاربعين بير مينت ده معناه الهارت ريت قل قوي. هتقول لي ماشي، بس المفروض لما ضربات القلب تقل قوي التايم فور فيلينج يزيد. بس اقول لك بقى على المفاجأة، زيادة التايم اوف فيلينج او الاند دايستوليك اقل من نقص الهارت ريت. شايف الهارت ريت اسهم كتيرة لتحت، تايمز حاجة زادت بس مش بنفس القيمة.
لما نضربهم في بعض هيقل الكاردياك اوتبوت، فلما يكون 40 بيت بير مينت برضه يقل السي او بي. يعني اللي انا عايز اقوله في الاكستريمز اوف هارت ريت، سواء قل قوي الهارت ريت او زاد قوي الهارت ريت، النتيجه واحده، هيقل الكاردياك اوت بوت بالنسبه لي. في الحالتين هيقل. يبقى انا اتكلمت على ثلاثه انترنسك فاكتورز: بريلود، افتر لود، هارت ريت. حد فاكر معايا رابع انترنسك فاكتور قلناه مع الكونتراكتيليتي؟ تقول لي اه، اينوتروبيك ستيت. الاينوتروبيك ستيت او الكونتراكتيليتي فورس نفسها، هو مين اللي يأثر في الكونتراكتيليتي؟ في عوامل تزود الكونتراكتيليتي وعوامل تقلل. اللي يزود الكونتراكتيليتي كلنا عارفين سيمباثيتك، بس انا ما بتكلمش على اكسترنسك فاكتور، بتكلم على عوامل داخليه. عشان كده قالوا قوه انقباض القلب تعتمد على الكالسيوم، فاكر انترا سيلولار كالسيوم، يعتمد على حاله المايوكارديوم، وده شيء طبيعي، يا ترى هيلسي ولا لا، ده مهم قوي. ويعتمد على البلاد فلو، حجم الدم. ما هو لو حجم الدم قل زي المايوكارديال انفاركشن هتقل الكونتراكتيليتي. طب الكونتراكتيليتي دي ممكن تقل بايه؟ قال لك هايبوكسيا، وده شيء طبيعي. لو حرمت القلب من الاكسجين قدرته على الكونتراكتيليتي تقل. الهارت هو ايروبيك اورجان، هو عضو يعتمد 99% من شغله على الاكسجين. احرمني من الاكسجين ما تلاقيش كونتراكتيليتي اصلا. اقول لك حاجه كمان، اسيدوزيس. دكتور يعني ايه؟ ادي الممبرين اوف ذا هارت، تخيل الممبرين بتاع الهارت زاد الهيدروجين ايون في الاكسترا سيلولار فلويد، زاد جامد قوي. الهيدروجين ايون اللي بيزيد اكسترا سيلولار هيتجمع بزياده على الاوتر سيرفيس بتاع الهارت، فبره يبقى بوزيتيف اكتر وجوه نيجاتيف. قالوا طب ما دي نسميها ايه؟ هايبر بولاريزيشن، يعني هنبعد عن الفايرنج ليفل زي ما قلنا زمان في النيرف. كل ما تبعد عن الفايرنج الاكسايتابيليتي هتقل. طب ما هو الكونتراكتيليتي يعتمد على الاكسايتابيليتي. ايه كمان يقلل الكونتراكتيليتي؟ مايوكارديال انفاركشن، اللي هي جزء من عضلة القلب ماتت، او فيروس يعمل التهاب في المايوكارديوم يبقى فيروس مايوكاردايتس. التهاب في المايوكارديوم ده في منتهى الخطورة. خلي بالك ان السيمباثاتيك زي ما قلنا بوزيتيف اينوتروبيك، والباراسيمباثاتيك هو نيجاتيف اينوتروبيك. طيب في معلومه مهمه لازم تتقال النهارده، ان الاستروك فوليوم لا يعتمد على ضغط الدم. يعني ايه؟ دلوقتي الرايت فينتريكل بيعمل بامب للبلد، ستروك فوليوم 70 ملي، البالمونري ارتري بريشر كام؟ تقول لي 25. طيب الليفت فينتريكل بيضخ الدم ضد الاورطه اللي ضغطها 120،
عشان كده كتب الفسيولوجي قالوا جملة جميلة: ستروك فوليوم ان ديبندنت، لا تعتمد على الارتيريال بريشر اللي قصادها. خلي بالك من المعلومة دي. كده احنا قلنا الأربعة intrinsic factors بالنسبة لنا، وهنختم الفيديو بالإكسترينسك فاكتورز، العوامل الخارجية. العوامل الخارجية على فكرة هتفكرك باللي شرحته في الكونتراكتيليتي زمان. أقول لك الإكسترينسك ده إيه؟ نيرفس وهرمونال. نيرفس أفكر، سيمباثيتك وبارا سيمباثيتك وشرحناه، والهرمونال ادرينالين ونور ادرينالين. طب ما ده جزء من السيمباثيتك. يبقى دي اول حاجه. تاني اكسترينسك فاكتور هسميها هيومورال فاكتورز، عوامل بتمشي في الدم. عشان اسهل لك الفكره، الهارت عشان يزود الكونتراكتيليتي بتاعته بيعتمد على سكند ميسنجر سايكليك اي ام بي. اي فاكتور يزود السايكليك اي ام بي هيزود من قوه انقباض القلب. بمعنى الهارت اهو، قلنا على الفنتريكل في ريسبتور هنا في مستقبل اسمه بيتا 1، فاي هرمون هيمسك في البيتا 1 على سطح القلب هيزود سكند ميسنجر جوه اسمه سايكليك اي ام بي ادينوزين مونوفوسفيت، اللي اكتيفيت بروتين كاينيز اي وينقل الفوسفيت جوه الهارت للمايوسين هيد اللي فيها ادينوزين داي فوسفيت، فيتكون الاي تي بي فنكسره، فنعمل كروس بريدج سايكليك. مين اللي يزود السايكليك اي ام بي؟ هقول لك كاتيكولامينز ادرينالين ونور ادرينالين. طب عندي سؤال، هل من مصلحتي اكسر السايكليك اي ام بي واقلل الكونتراكتيليتي؟ تقول لي لا. يبقى الانزيم اللي بيكسر السايكليك اي ام بي لابد ان انا اوقفه. طب هو مين اللي يكسر السايكليك اي ام بي؟ هو فوسفو داي استريز انزيم. هذا الانزيم انا هعمل له انهيبيشن، شايف؟ هوقفه. طب هو مين اللي يوقفه؟ الشاي والقهوه، الميثايل زانسينز، مادة الكافيين اللي في القهوة، ومادة السيوفيلين في الشاي. فالشاي والقهوة ينصح ما تشربهمش لأن دول بيعلوا الضغط. أنا هزود السايكليك ام بي فزود الكونتراكتيليتي، فزود الكاردياك اوت بوت، فزود ضغط الدم. في منتهى الخطورة الحكاية دي. طيب عندي ايه كمان اقوله؟ ديجيتاليس، وشرحناه قبل كده في فيديو الكونتراكتيليتي. الديجيتاليس يوقف الصوديوم بوتاسيوم بامب، فالتلاتة ان ايه ما يطلعوش، وبالتالي الصوديوم ما يدخلش من بره الى جوه، فالكالسيوم ما يخرجش. طب ما هو ده اللي انا عاوزه لعلاج الهارت فيلير. رابع حاجة هتتقل كونتراكتيليتي، تقل بايه؟ هتلاقي كتب تكرر تاني: هايبوكسيا، اسيدوزس، باربيتيوريتس، المنومات والمهدئات بشكل كبير يقلل من كفاءة عضلة القلب مع مايوكارديال انفاركشن. في نهاية هذا الفيديو بفكرك كاردياك اوتبوت اتكلمنا في ستة ديفينيشنز: اوتبوت، ستروك فوليوم، اند دايستوليك، اند سيستوليك، كاردياك اندكس،
ejection fraction. العنوان الثاني variations in cardiac output، خمسة physiological واحد pathological. واتكلمت في العنوان الثالث measurement، أربع طرق: fixed principle، الداي dilution technique، الثيرمو dilution، والأحدث هو الإيكو كارديوغرافي. Factors affecting cardiac output أربعة: intrinsic، preload، afterload، أربع احتمالات في الهارت ريت، والرابع contractility، إمتى يزيد وإمتى يقل، واكسترنسك فاكتورز نيرفس، هرمونال، هيومورال معناها دم، مواد ماشيه في الدم، لازم ازود السايكليك ام بي ولازم امنع تكسيره وازود الكالسيوم واحافظ عليه جوه الهارت، والكونتراكتيليتي بيقل بايه.